أصدقائي صديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة هنتمشى كده مع بعض في جولة حرة في بعض شوارع اسكندرية ونشوف جمال اسكندرية في الشتاء. يلا بينا، هنبدأ جولتنا من المكان الجميل ده. المكان ده موجود في اسكندرية، مش موجود في فرنسا ولا أسبانيا. شايفين التصميم بتاعت المباني شكلها ايه؟ دي اسكندرية القديمة الجميلة. عرفتوا المكان فين؟ ولا نصور شوية كمان؟ طب نشوف كمان شوية. بص المباني شكلها ايه؟ المباني القديمة العتيقة. حقيقي يعني لو انا ما كنتش قلتلكوا ان احنا في اسكندرية، محدش يتخيل ان المكان ده في اسكندرية. اللي يشوف يقول فرنسا او اسبانيا او اليونان. ها، عرفتوا المكان فين؟ اقولكم اخر الفيديو ولا اقولكم دلوقتي؟ طيب نكمل كمان شوية، لان اسكندرية جميلة في كل حي، جميلة في كل شارع، جميلة في كل مكان. المكان الجميل ده خاص بالجالية اليونانية في اسكندرية. في موجود السفارة بتاعتهم أو القنصلية اليونانية، وكمان في دار مسنين للسيدات وكمان الرجال، وأيضا في مدرسة جوه كبيرة جدا، وكمان في نادي كبير. يعني ده خاص بالجالية اليونانية. طبعا أكيد دلوقتي شفتوه هنا، محطة الشاطبي ده مدخل الجالية اليونانية. بصوا قد ايه جميل وقد ايه المباني جوه حلوة جدا، واخدة الطابع بتاع زمان. طبعا المكان في الشاطبي امام مجمع الكليات. احنا هنا في محطة الرمل، ده الحلبي اشهر بتاع هريسة في محطة الرمل. طبعا زي ما قلت لكم احنا هناخد جولة ونشوف بعض اماكن في اسكندرية. هنا تقاطع شارع صفية زغلول مع شارع سعد زغلول، وده فندق متروبول، وهنا دي المحطة، محطة الرمل. دي محطة الرمل زي ما احنا شايفين، المباني القديمة، العماير بتاعت زمان. مفيش حد ما يعرفش المكان ده في اسكندرية. وكمان لازم نركب الترام، دي بقى من معالم اسكندرية. مفيش حد سواء أجنبي عربي مصريين، الترام دي عندهم حاجة تانية خالص. الفسحة بتاعة الاسكندرانية، لازم كنا ننزل هنا وناخد فشار وساندوتشات الفول من محمد أحمد. احنا هنا في مكان تاني خالص، في منطقة كليوباترا حمامات. الشارع ده واصل، يعني ده دوران كليوباترا حمامات. هناك الترام في الشارع اللي قدامنا ده على طول الترام، ودوت شارع بورسعيد. طبعا ميدان كليوباترا حمامات بقى فيه بتوع فاكهة وخضار كتير جدا، ما كانش فيه الكلام ده زمان. الشارع ده بينزل على البحر، اكيد في ذكريات كتير لناس كتير في اماكن مختلفة في اسكندرية. علشان كده انا بحاول اصور اماكن مختلفة. رجعنا تاني هنا منطقة الشاطبي. المكان ده جميل جدا، وفي الشتاء أجمل وأجمل. الله عليك يا اسكندرية. شوارعها والترام بتاعتها وأماكنها المختلفة. لسه موجودين في منطقة الشاطبي. المكان اللي هناك في قدامنا ده
الشبان المسلمين أو هيئة الشبان العالمية باسمها كده دلوقتي. شتاء اسكندرية غير أي مكان تاني، مختلف عن كل محافظات مصر. احنا هنا موجودين، رجعنا تاني محطة الرمل، المكان ده يعتبر تقاطع مع شارع اسطنبول. هنا شارع النبي دانيال، البيوت الجميلة بتاعت زمان قد ايه فيها عظمة وشموخ كده. الشارع ده من الشوارع الجميلة قوي العتيقة بتاعت زمان، مداخل العمارة حلوة قوي برضو. وهنا كمان ده قصر ثقافة الحرية عند نقطة شريف. القصر الجميل ده احنا هنا بنتفرج على اسكندرية في الشتاء وشوارعها الجميلة. يعني ايه، هي احيانا الدنيا بتمطر وبعدين الشمس بتظهر. بقالنا اسبوع يعني كأننا في اوروبا، يعني الشمس تظهر وبعدين مطر وبعدين دفع وبعدين هوا. الاربع فصول ممكن يبقوا في يوم واحد. عظمة المباني القديمة الجميلة في كل منطقة وفي كل حي، حتى البيبان بتاعت العمارة الباب بيكون خشب وكبير قوي، لكن الخشب بتاعه بيكون منقوش وشكله راقي قوي. اهو ده باب من البيبان، الحقيقة شيء جدا وجميل قوي، وقد ايه بقاله سنين ومحتفظ بجماله زي المباني اللي كلها عز وكلها رخاء وكلها بركة. البيوت دي كانت كلها بركة، وممكن تكون فيها ناس بسيطة جدا، لكن زمان كان فيه خير. على فكرة أنا أول مرة أمشي في المكان ده، رغم إن أنا بحب اسكندرية قوي، لكن أول مرة أمشي فيه وصورت. هو أنا جيت من محطة الرمل وهنا طالعين على منطقة محطة مصر، فأنا الشوارع بالنسبة لي جديدة عليا، وحاولت إن أنا أصور لكم. هنا إحنا وصلنا قدام استاد اسكندرية، المكان هنا جميل وراقي برضو. هنا استاد اسكندرية باين جزء منه. احنا كده داخلين على الحي اللاتيني، والشارع ده يعتبر من الشوارع الجميلة في اسكندرية، اسمه باتريس لومومبو. على فكرة كان في مطر شديد في الوقت ده وانا بصور، زي ما قلت لكم ان الشمس بتطلع وشويه كده وبعديها مطر. بصوا بصوا جمال اسكندريه، ايه الحلاوه دي. هنا دي سفاره الكويت اللي على ايدنا الشمال. وعلى ايدنا اليمين استاد اسكندرية.
من الأماكن الحلوة قوي دي، تعتبر برضو اسكندرية القديمة. على فكرة المكان ده عمره ما بيكون فيه يعني مية تقف أو أي حاجة. الصرف الصحي كانوا عاملينه الخواجات زمان، أو الجليات اللي كانت موجودة هنا، فكانت معمولة صح. احنا دلوقتي داخلين على شارع أبو قير، كان في مطر في الوقت ده، المطر كان شديد شوية لكن بتبقى جميلة اسكندرية بعد المطر، بنحس كده ان هي استحمت وبقت عروسة، علشان كده اسمها عروس البحور او عروس البحر الابيض المتوسط. على برضو شمالنا كلية الهندسة، شارع ابو قير، احنا هنا دلوقتي في منطقة مصطفى كامل، ده شارع احمد شوقي، منطقة مصطفى كامل، يعني اتنقلنا من مكان لمكان. هنا شارع ابو قير، وده فكهاني النصر، اشهر فكهاني في اسكندرية، وهنا ده شارع كفر عبده، من الأماكن الجميلة برضو، الأحياء الراقية. يمكن منطقة كفر عبده تعتبر من الأماكن اللي هي محتفظة بالفلل والبيوت الصغيرة اللي هي دورين، وبالجنينة بتاعتها. لو في عماير ما بتكونش عالية قوي. الشارع ده متفرع من شارع كفر عبده، اسمه شارع علي باشا ذو الفقار. هنا رجعنا تاني لشارع كفر عبده، من الشوارع المتميزة جدا. الفيلا الجميلة، شارع مختلف خالص عن اسكندرية. المكان هنا هادي جدا. زمان منطقة كفر عبده يعني على الساعة 5 كده ما تلاقيش حد ماشي فيها خالص، بتكون هادية جدا جدا. هنا فيلا وده الباب بتاعها. الأماكن برضو جميلة وهادية، لكن دلوقتي اختلفت كتير منطقة كفر عبده. في فلل كتير اتهدت فيها وطلع عماير، بس مش كتير يعني، فبقى زحمة شوية. ويمكن الأماكن اللي بتكون زحمة أكتر فيها ميدان سانت جيني، بيكون زحمة جدا لأنه فتحوا فيه بعض محلات وكافيهات، فالشباب بيكونوا موجودين كتير قوي. لكن شارع كفر عبده بيكون هادي جدا. احنا دلوقتي في اخر شارع كفر عبده، وهنا دي فيلا، فيلا الدكتور متهيلي جمال عزب، والفيلا الكبيرة اللي قدامنا دي اللي كانوا عاملين فيها اوبرا عايدة، مسلسل أوبرا عايدة، يحيى الفخراني وحنان ترك. ودي الجنينة الجميلة اللي موجودة في منطقة كفر عبده جوه، اسمها حديقة الليمبي. المكان هنا كان معظمه خواجات،
وكانوا ساكنين هنا أجانب كتير، وكانوا بيجيبوا الكلاب بتاعتهم في الجنينة دي علشان يفسحوا الكلاب. وهنا بتكون نهاية جولتنا، أتمنى إن المحتوى يكون عجبكم، وإلى اللقاء في مكان جديد وفي حب اسكندرية نلتقي.